اوكي خلاص كفايه كده، ممكن تحط البزوق. حط البزوق. اتكلم على صوتك بس. دلوقتي هنعمل بزوق، هنعمل تقاصر النبات عن طريق البزوق، وهي دي كانت بزوق الرحال. ورينا البذور يا احمد لو سمحت. هي الاسم. اوكي طبعا اكيد مش هتحطها كلها جنب بعض، هتفردها. يلا يا احمد. مش قوي كده برضو، خليها على الوش شوية. ايوه اوكي. هنسقي حضرتك دلوقتي يا احمد، نسقي مية. هتخلصي المية عشان الزرع التاني اللي معانا. اوكي شكرا. طب هتعمل تكاثر ايه كمان يا اسلام؟ ده تكاثر جنسي ولا لا جنسي يا اسلام؟ لا جنسي. اوكي حرك. مش نفس المكان اكيد طبعا، هنبعد شويه عن المكان دوت. هنبعد شويه عن المكان، نبعد شويه. نبعد. لا نبعد شويه كمان، ارجع ورا شويه. ايوه اوكي ماشي بسرعه. دي هتضطر تحفر شويه اكيد. ثبتها كويس. ثبتها كويس في الارض اكيد طبعا. هتسقيها برضو طبعا. شكرا.